ما انحلت ذكرى شهادة الإمام الصادق عليه السلام حتى خيم الحزن على العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية، معلنة الحداد بهذا المصاب والفاجعة الأليمة، ليقدم خدمتها التعازي بهذه الذكرى للإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس عليهما السلام، معلنين بموكبهم العزائي الموحد، تمسكهم بالنهج القويم الذي رسمه لهم صاحب العزاء. والآن وفي جميع المناسبات تحضر العتبة العباسية وتشارك مع العتبة الحسينية لإحياء هذه الذكرى، والآن نحن في مجلس عزاء في العتبة الحسينية لإحياء ذكرى شهادة الإمام جعفر الصادق. ينطلق موكب عزاء من العتبة العباسية مروراً بين الحرمين إلى أن يصل العتبة الحسين المقدسة، ويقام هذا العزاء بقراءة الموشحات والردات وكذلك المجلس لتقديم العزاء للمولى أبي عبد الله الحسين بهذا المصاب الجلل. نعزي صاحب العصر والزمان ومراجع الدين العظام وكافة المؤمنين والمؤمنات بذكرى استشهاد الإمام جعفر الصادق عليه السلام، وبهذه المناسبة انطلق موكب العتبتين المقدستين في إحياء ذكرى استشهاد الإمام. وكما جرت العادة في إحياء مناسبات أئمة أهل البيت عليهم السلام، حيث تبدأ المسيرة العزائية من صحن مرقد أبي الفضل العباس عليه السلام، بعد أن يجتمعوا خدمته على شكل مجاميع متجهين نحو العتبة الحسينية، مروراً بساحة ما بين الحرمين الشريفين، مرددين بأعلى الأصوات هتافاتهم العزائية، لتختتم المسيرة بعقد مجلس عزاء وبمشاركة عدد من الزائرين الذين جاءوا لإحياء هذه المناسبة الأليمة.